مساء الخير مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حلمك علينا. ربنا ادانا الاحلام فيها رساله وفيها اشاره، احيانا بتبقى رساله فيها بشرى، واحيانا رساله بيبقى فيها تحذير وانذار. حلقه النهارده هتكون عن الحسد والسحر. ارحب بضيفتي الاستاذه ايمان شيخون مفسره الاحلام. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه سحر، وازي حضرتك؟ الحمد لله منورانا. ربنا يخليك يا فندم، تسلمي. دلوقتي طبعا احنا زي ما قلنا ان الاحلام بيبقى فيها اشارات. الانسان المحسود او المسحور ازاي يقدر يوصل ان هو محسود او مسحور من خلال احلام؟ والله يا استاذه سحر، من خلال الاحلام في يعني علامات كتير جدا بيشوفها الحالم او الرائي، بيعرف من خلالها اذا كان هو مسحور او محسود او عنده مشكله بتخص الجزئيه دي. يعني في علامات لما بيشوفها الشخص بنقول والله انت الحلم ده بيدل على حسد او الحلم ده بيدل على سحر. زي مثلا في خمس احلام او خمس حاجات لما الرأي بيشوفهم بنقول والله الرأي ده عنده مشكلة في الجزئيتين دول. تمام. زي مثلا اول حاجة انك تشوف نفسك تايه او ماشي في متاهة. تمام. كون ان الشخص يشوف نفسه طول الوقت ماشي في متاهة او مثلا ماشي في طريق هو مش عارف اخره او مش عارف هو جاي منين او رايح فين، او تشوف نفسك تايه، ده دليل على انك مصاب بسحر. ده حلم. الحلم التاني فيه بعض من الحشرات لما تشوفها في المنام بتدل على انك شخص مسحور، زي الصراصير، زي البرص، زي اللي هو يعني السحلية. كل دي اشارات، زي النمل الاسود الكتير جدا ويكون خارج من البيت، كل دي علامات بتدل على السحر، زي الدود، الدود الاصفر والدود الابيض يعني بيدلوا على السحر. الدود يعني ممكن الواحد يشوف الدود في الحلم يقول ده مثلا وفاه. لا، انت ممكن تشوف الدود لو انت بتاكله او تبقى حاجه مسحور. مثلا خسرت مثلا. لا، الدود في المنام دليل على السحر، خصوصا اذا كان ماشي على الجسد او بتاكله او بتشربه. برضو ان الشخص يشوف نفسه مثلا ان هو بياكل شعر اكله. في حد مره قال لي، بعت لي مسج بيقول لي انا حلمت ان انا باكل في طبق شعر، ده معناه انه عنده سحر ماكول، هو اكل سحر. حتى اكل الشعر يعني حاجه غريبه. بالزبط. يعني حتى في الواقع غريبه يعني. وفي الحلم تحس ان هي مقزز، ومع ذلك هو شافه وهو بيشربه. طبعا مثلا يلاقي نفسه بيشرب او بياكل دود زي ما قلنا من شويه. ففي علامات، او يشرب ماء مر، ده بيبقى دليل على مرارة الحياة أو دليل على إنه شارب سحر، بس هو علاقته الكويسة بربنا. برضو مش كل الناس اللي عندها سحر بتحلم بالحاجات دي جماعة، عشان كده دايما بنقول علاقتك بربنا شيء مهم. كل ما الشخص كان قريب من ربنا، كل ما ربنا طول الوقت بيديله إنذارات. طبعا كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حتى السحر مش يعني مش بيصيب الإنسان إلا بإذن الله، ولكن علاقتك بربنا بتخلي حياتك يعني شفافة، بتديكي نوع من أنواع الشفافية، بتدي حماية حتى للواحد. بالظبط كده. حتى لو حد عايز يأذيه ربنا يعني اهو بيعرفك انت مأذي، بيعرفك بيقول لك بص انت حصل لك كذا. تمام. فكل دي احلام بتدل على ان الشخص ده مصاب بسحر او مصاب بحسد. وفي حاجه تانية في، بس عشان نفرق بين السحر والحسد. تمام. اولا السحر تسليط. طب العلامات دي بتختلف من الراجل للست ولا هي واحده؟ لا، يعني هي واحده. يعني بين الجنسين العلامات هي واحده، بين الجنسين في العلامات دي واحده، لا ما بتتغيرش. الا اذا مثلا كان عندك الرجل مثلا معمول له سحر. تمام. بانه يكره مثلا زوجته. تمام. بالكره والتفريق وهكذا، وده نوع من انواع السحر المشهوره. تمام. تلاقيه في الحلم او حتى في اليقظه بيشوفها شكلها وحش، عكس الست اللي تكره فورا. وده ده بقى بيفرق في ايه؟ في ان الراجل دايما عينه هي اللي بتشوف. يعني حتى في الحلم الست سبحان الله يعني مره واحده مختصره، لكن مختصرة. هو طول الوقت، ولذلك تلاقي تلاكيك الرجاله كتير يعني شويه يضرب، يعني اللي هو انت كمان بتقولي صباح الخير. بالظبط. فبتفرق. لا طبعا تفرق. وفي حاجه تانية عايزه انبه ليها خالص، ان احنا بقى عندنا يعني دي حاجه انا بوجهها للمشاهد، ان احنا يا جماعه شويه بعدنا عن ربنا، شويه نسينا. عاوز استوقفك بس، معانا اتصال. اتفضل. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عارفين عن نفسك؟ اميره. اتفضلي يا اميره، سؤالك ايه؟ اتفضلي. هو صاحبتي عندها حلم كده، انها حلمت انها ولدت وعايزين ياخدوا ابنها ده عشان يذبحوه رجاله. يذبحوه؟ ما فيش ستات واقفه غير رجاله.
وعايزين ياخدوا يذبحوها وهي شغالة تبكي وبس كده، صحيت وهي بتبكي. طب بس كده؟ هي صاحبتك متجوزة يا أميرة؟ اه متجوزة. وحامل؟ إيه لا عندها أولاد. عندها أولاد. طيب شكرا يا أميرة. ايه بقى تفسير الحل؟ يعني الحقيقة هي الولادة في كل الأحلام خصوصا للسيدات يعني بتدل على الفرج والخروج من كرب، تمام؟ فان شاء الله احنا نحسبها على خير، نقول ان هي عندها يعني كرب او مشكله وربنا يخرجها منها، لكن فكره ان في رجاله عايزه تاخد المولود ده وتذبحه، ده معناه ان الست دي بيقف في طريق الخير ليها شويه ناس. يعني الست دي بيحول بينها وبين الخروج من المشكله اللي انا متاكده اللي هي فيها، في شويه ناس بيحولوا دون انها تطلع من المشكله اللي هي فيها. ولذلك عايزين يذبحوا الطفل. ولذلك عايزين يقضوا على هذا الخير. او انها تخرج من المشكله اللي هي فيها. لكن لو كانت شافت نفسها فعلا ولدت وفعلا يعني تمت عمليه الولاده، فهي باذن الله تفريج كرب ليها. يعني وان اجتمع على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، فهي ان شاء الله يعني نحسبها على خير وربنا يخرجها من المشكله اللي هي فيها. اللهم امين يا رب. اللهم امين. نكمل موضوع نكمل بقى. فاللي انا كنت هقوله للمشاهد قبل التليفون ان احنا ربنا غششنا، ادانا الحلول، يعني اداك الحل في انك تتجنب كل الاذيات اللي بتحصل لنا سواء من الجن او من الانس. انت برضو ممكن ما يكونش عندك سحر بيخص ان في انسان عايز يضرك، ممكن يكون الجن نفسه هو اللي عايز يضرك. فاحنا موضوع ربنا الجن ده بقى كمان عايزاكي بقى تتطرقي لموضوع الجن، لان يعني يقول لك ايه الجن الشيطان العين. شيطان العين. اه انا عايزاك بقى تفسري شيطان العين ازاي ان هو يحسد الانسان. هقول لحضرتك كمل بقى الجزئيه دي بس الاول. هستوقفك. معانا اتصال. الو. ايوه يا نهى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. هو في حلم كده ليا ان حلمت في سمك كتير في ميه، ويعني الميه السمك بيطلع من الميه وينزل تاني. وبعدين لقيت تعبان كبير لونه اصفر، رحت انا ضربته في راسه، راح هو مات. راح اخويا قال لي يا بنتي ليه ضربتيه؟ قلت له لا هو كان عايز يأذينا بس كده. ماشي يا أميرة، شكرا لاتصالك. نهى ما علينا. اتفضل. نهى ولا أميرة؟ أنا نهى. نهى صح. نهى. هو الصوت لخبط. هو اللي حصل ان هي بتقول ان هي شافت نفسها قدام ميه وفي سمك كتير بيطلع وينزل. غريب ان السمك يطلع وينزل. ما هو رزق، هي في حاجه برضو بتحول بينها وبين رزقها. في حاجه بتحول بينها وبين رزقها، بتعطل الرزق. وعلى فكره برضو بمناسبه الحلقه، السحر والحسد بيعطلوا الرزق، بيعطلوا الجواز، وبيعطلوا الحياه، وممكن يكون ليهم ضرر على الصحه. طبعا هنا هي عندها مشكله بتعطل الرزق، بس المشكله دي هتتحل باذن الله تعالى، لان هي اميره شافت تعبان اصفر وده دليل على سحر وقتلته. فالحمد لله هي يعني. ربنا انقذها الحمد لله. فان شاء الله الخير جاي، يعني بعد كده السمك هيطلع مش هينزل تاني باذن أميرة. الله. ان شاء الله باذن الله. معايا اتصال. الو. الو. ايوه الو معاكي. مين معايا؟ عرفها عن نفسك. انا ام ياسين. يا اهلا بيك يا ام ياسين، اتفضلي سؤالك ايه؟ ممكن اتواصل مع البرنامج؟ انت بالفعل متواصله معاه، اتفضلي. انا عندي اربع احلام ممكن اقولهم للدكتوره؟ الاربعه مره واحده؟ طب الاربعه اتفضلي. طب قولي. ربنا لا هم صغيرين، اربع احلام صغيرين. ماشي اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انا اول حلم حلمته صغير خالص، يعني انا ماشيه في الشارع ولقيت كيس فيه غوشه، هي شكلها حلو، طلعتها لقيتها لونها اسود وفيها كده زي رايز. والحلم الثاني انا مامتي متوفيه، حلمت ان هي عطتني انا واختي، لبست اختي خاتم وجابت لي انا غوشتين، جت ما تلبسنا اول غوشه لقيتها ضايقه عليا. ثالث حلم بقى انا لابسه عبايه طويله وجيت بقى طالعه في الشارع ماشيه بيها، عمي بيقول لي العبايه دي قصيره، جيت بحل الثانيه بتاعتها لحد الثانيه اتقطعت، رحت لبست واحده غيرها، الغيره دي مش قديمه ولا حاجه بس شكلها مش حلو عليا. تالت حلم بقى انا داخله المطبخ ولقيت فار على البوتاجاز، حماتي بتقوم اقول لها يا حماتي فار، هو فار؟ قالت لي لا ده ميت، قلت لها لا مش ميت ده فار صاحي، راحت مسكت رجعته تحت رجليا، قالت لي لا ده ميت بس انا شايفه ان هو صاحي، بس هو ده كل الاحلام اللي عندي.
طيب سؤال بس، الحلم الاولاني بتاع الغويشه اللي هي طلع لونها اسود، دي كانت بلاستيك ولا ذهب اسود؟ لا ده كانت انا ما اشوفها كده لونها كبيره ولونها اصفر، اما طلعها من الكيس لقيتها لونها اسودت وفيها رايش، وفيها ايه؟ فيها حاجات زي السلوك طالع كده منها من الجناب بتاعتها. تمام. طب الثلاث احلام دول شفتيهم قبل ما تتجوزي ولا بعد ما اتجوزتي؟ لا ده انا متجوزه دي لي 19 سنه ومعايا 4 اولاد، معايا بنتين ومعايا ولدين. ما شاء الله. طيب شكرا يا فندم. 35 سنه. ماشي يا ام ياسين، شكرا على اتصالك. ايه بقى تفسير الاحلام؟ واحده واحده كده. واحده واحده طيب. احنا عندنا الحلم بتاع الغويشه، هي كانت من شايفاها من بعيد، بس طبعا انت ما تزعليش، ويا رب جوزك ما يسمعناش دلوقتي، مش عايزينه يسمع الكلام اللي هنقوله. يا رب ترعبتيها كده. فهي شافت اول حاجه الكيس اللي فيه الغويشه، كانت شايفاها من بعيد صفرة وشكلها حلو، يعني غويشه شكلها حلو. وبعد كده لما فتحتها لقيتها لونها اسود، وفي نفس الوقت فيها ريش اللي هو ده معناه انها لما تلبسها هيحصل لها ايه؟ هتعور ايديها، هتعور ايديها، حياتها فيها مشاكل كتير جدا مع جوزها. ربنا يا رب يكرمك. فربنا يكرمك ان شاء الله. الحاجه الثانيه، ويا رب جوزك ما يسمعنيش، العبايه طويله قوي، وبعدين لما لبستيها لقيتيها قصيره ومقطوعه. كانت فاكره انه كريم وهو يعني ماسك شويه في الفلوس، او الامور مقصره معاه، او يعني ما نعرفش، حرام، بس هو بيدل على تقصير الزوج من الناحيه الماديه بالنسبه لزوجته. تمام. لكن هي برضو في المره الثانيه، في اول مره كانت شايفاه كويس وطلع يعني مالناش دعوه بيه، بس ما علينا. المهم في الحاله الثالثه، في هي مامتها الله يرحمها ادتها هي فستان كويس، وادت اختها خاتم. تمام. ده معناه انه يعني هو في فرق بس بين الزوجين، او ان يعني الخاتم الأخت وزوجها. الخاتم بالنسبه للعبايه الاولانيه اللي كانت قصيره، لكن الخاتم احسن شويه. فان شاء الله احنا نتمنى لكم انتوا الاثنين سعاده، بس ده بالدليل يعني بشره خير لاختك، وكون ان مامتك الله يرحمها تدي لك عبايه او حاجه تلبسيه، فده ستر من عند ربنا، يعني ربنا هنا بيقول لك يعني بشره بالستر والخير ان شاء الله. ان شاء الله. الحقيقه انا مش فاكره الحلم الرابع كان ايه. كتر خيرك. كده حلوه قوي. معانا اتصال. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ ام احمد من الاقصر. اتفضلي يا ام احمد، قولي الحلم بتاعك للدكتور. انا عندي مشكله حاصله مع ابني وعندي حلم. اتفضلي. اول حاجه، ابني عنده 27 سنه، من حوالي 5 سنين او اكتر كل ما اعمل اي مشروع يقف ويخسر فيه. وبعد كده بيجي له احلام وحشه كده، كجن في البيت او جنون بيضرب فيهم، وبعد كده اللي يهرب منه فيهم في البيت، وبرضه بيحلم بالتعدين والكلام ده، وحتى ايه يعني شعره كله وقع، ونفسيته تعبانه جدا، ويجي كل سنه في الشهر اللي بيتولد فيه يبقى مخنوق، ووقت اذان المغرب عايز يشد وزانه كده من الاذان، ويبقى عصبي جدا وبيثور عليا، وريحه جسمه بتبقى ريحه وحشه، بالرغم ان هو مهتم جدا بجسمه وشاور والحاجات دي وشامبوات والكلام ده، بس بتطلع برضه ريحه وحشه من جسمه. ده مشكله ابني، فعايزه اشوف ده سحر ولا حسد ولا ايه بالظبط، وحاله واقف جدا. خلاص كده ولا لسه في حاجه تانيه؟ عندي حلم، عندي حلم. اتفضلي اتفضلي قولي. ابني حلم خالته ادت لوالدتها المتوفيه عقد ذهب. خالته عايشه ادت لوالدتها المتوفيه عقد ذهب. بالظبط كده، وكانت والدتها كده وشها كده مسمار وزي كده زعلانه. بس كده. خالته اللي هي اخت حضرتك عندها اولاد كبار؟ عندها ولدين واربع بنات. تمام. خلاص شكراً. كده شكرا لاتصالك. اتفضل. طيب هو بالنسبة للمشكلة، بس احنا نوضح للمشاهد حاجة، ان احنا يا جماعة هنا مش جهة علاج ولا جهة فتوى، لا هي جهة بس توضيح. احنا بنوضح للامور بس عشان الامور ما تتدخلش مع بعضها. تمام. نفس الاعراض اللي قالتها الست ام احمد مشكورة، هي تقريبا نفس اعراض السحر وموضوع الحلقة. يعني احنا برضو ننتهزها فرصة ونقول هي ايه اعراض السحر يا جماعة. اعراض السحر والحسد برضو لانهم بيتشابهوا كتير جدا، الضيق، الخنقة، وقوع الشعر. برضو من اعراض الحسد ان البني ادم حياته في العمل تفشل. تمام. برضو من اعراض الحسد والسحر انه طول الوقت يبقى كريه الرائحه، ودي حاجتين اجتمعوا فيه. تمام. غريبه جدا. طبعا طبعا، ده معناه انه لو في حسد او في سحر فهو قديم جدا.
قديم جدا وقد يكون مسلط. الريحه ان الحسد قديم او السحر ده بقى السحر. ده بقى هنا نقول ايه؟ نقول اتجهوا الى من يتقي الله في العلاج، يعني نروح لمعالج يا جماعه، نروح لحد يعني ذات ثقه، لان انتشر جدا في الفتره الاخرانيه للاسف الشعوذه والدجل وكثير جدا من الناس اللي بتدعي اي حد بيروح يعمل له سحر يعمل له عمل بالظبط كده. فهو كله يعني ايه للاسف بقى كل الناس معظم الناس اتجاهاتها بالشكل ده. فاحنا هنا في الحالتين دول انا انصح بالرقيه الشرعيه زي وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وننصح بقراءة سورة البقرة، وإذا تطور الموضوع فهم عليهم بأنهم يتجهوا لحد يتقي الله في العلاج ويكون معالج. دي حاجة. الحاجة الثانية برضو اللي أنا عايزة أنبه ليها الست أم أحمد، إن واضح جدا إن ابنها مقصر في الصلاة. بتقول مش عايز يسمع صوت مش عايز خالص يسمع صوت القرآن تمام. فالتقصير ده يا جماعة حاجة مش حلوة. كنا لسه بنقول ربنا ادانا كل حاجة، ادانا أذكار الصباح وادانا أذكار المساء نحافظ بيها على نفسنا، وادانا الآيات القرآنية وادانا القرآن الكريم وادانا الفتح. اقروا الفتحة على كوباية مية كل يوم الصبح واشربوها بإذن الله، يعني ليها طبعا طبعا. احنا مقصرين في حق ربنا. احنا لسه كنا هنتكلم عن التحصين من الحسد والسحر. يعني دي ابسط الاشياء يعني تمام. عندنا الرؤيه ان هو شاف خالته بتدي جدته المتوفيه عقد دهب. طب احنا اتفقنا من الحلقه اللي فاتت ان كل عطايا الاموات خير، يعني اي حاجه اديها لك الميت خير. طب هو دلوقتي اخد والميت جاي على وشه علامات الحزن، احنا ان شاء الله ده غريبه يعني طبعا، لان الميت لما يجي حزين فبيبقى حزين بالفعل وهو يعلم من الله ما لا نعلمه طبعا. هو في دار الحق طبعا، فهو عندهم الحياه البرزخيه حياه مكشوفه بيعرفوا فيها اسرار احنا لا يمكن نعرفها الا اذا جم انظرونا بها. هنا بقى الانذار، مش احنا دايما نسمع عن موت الفجاه ونسمع عن وكتر موت الفجاه بالظبط كده بيحصل معظمه بيبقى بسبب الصدمات على فكره، زي ما اتصدمت من الفرحه ممكن اتصدم من الزعل وهكذا. استوقفك معايا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا؟ مع حضرتك شمس من المية. يا اهلا بيكي شمس، اتفضلي قولي الرؤيه بتاعتك. لا هو انا كنت بكلم حضرتك علشان اقول لها الدكتوره ايمن هي اكتر اخت حلوه جدا في الدنيا دي كلها. ربنا يخلي حضرتك. بس مين معانا؟ شمس حبيبتي. شكرا لك يا حبيبتي. شكرا يا شمس. شكرا لذوقك حبيبتي. ربنا يخليكي ليا وربنا يفرحك كمان. ربنا يخليكي يا حبيبتي شمس اختي الصغيره، نورتينا يا شمس. شكرا يا شمس حبيبتي، تسلمي لي، ربنا يخليكي. طيب حاجه حلوه، ربنا يخليهم ليا يا رب. يا رب يا رب العالمين. فنرجع بس لتفسير الرؤيه. فهو زي ما قلنا ان عطايا الاموات خير، هو برضو لما ياخد حاجه تبقى مش حلوه. لو الميت اللي اخد، لو لكن الميت لو اللي اخد لو كل عطايا الاموات خير، الا اذا جابك ادالك حاجتين، ادالك قماشه بيضه مطبقه او ادالك بطيخ. طب ليه بقى يعني البطيخ للاسف بسرعة. بيدل على الامراض والاحزان. سواء اكلته او خدته من حد، وخصوصا لو كان فاسد، الا اذا كنت في جنينه بطيخ. جنينه بطيخ فبتدل على الرزق الكتير، وكمان في حاله انه يكون موسم البطيخ، في عكس موسمه للاسف معناه حزن ومرض مكروه جدا. قماشه بيضاء للاسف بتدل على وفاه في العيله من ناحيه الميت ده. ففي الحالتين بيبقى دي الحاجتين اللي تخافي منهم لو الميت جابهم لك. بس لكن بعد كده كل عطاياه ستر، بشرى، خير، رزق تمام، بتبقى حاجات كويسه تمام. اما لو شفناه سعيد برضو نسعد، ولو شفناه حزين نحذر، وان شاء الله يعني ما يحصلش حاجه وحشه، وان شاء الله يكون على خير يعني. ان شاء الله. الو معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ انا ام ياسين اللي كنت متصله من شويه. ايوه ام ياسين اتفضلي، انت في حاجه عايزه تسالي الاستاذ عليها؟ الحلم الرابع يا دكتوره اللي قلت لك عليه. طب ماشي، هي نسيت. انا نسيت وما افتكرتوش. اتفضلي فكريها بيه. دخلت المطبخ ولقيت على البوتاجاز فار صغير. حماتي واقفه بقول لها في فار، هفار. قالت لي لا مفيش. قلت لها لا ده فار صح على البوتاجاز. قالت لي لا. راحت مسكت الفار لقحت له تحت رجليها، قالت لي ده ميت. قلت لها لا ده صح. قالت لي لا ده ميت. فعلا انا شفت لقيته ميت. تمام. الحلم الوصاني بتاع الخاتم والغويشه. امي ما عطتنيش فستان، امي عطتني غويشه، جت غوشتين، جت لبسني واحده منهم لقيتها ضيقه عليا. حضرتك قلتي مامتك اديتك فستان وادت اختك خاتم صح؟ وفي الاول خاتم
وجابت لي انا غشتين، لسه لبسني واحده منهم، لقيتها دايقه عليا ما قدرتش البسها، لقيتها بس شكلهم حلو قوي يعني. ماشي يا ام ياسين. بس انا الفيلم الاخير ده بتاع الفرد عشان هو قلقني قوي. حاضر حاضر. ماشي. شكرا لاتصالك. هو لازم يقلقك يا ام ياسين. ليه بقى لازم يقلقك؟ لان الفار سيده دنيئه بتخش بيتها. وست مش كويسة للأسف الشديد، دايما الفار لما يخش بيت تبقى ست يعني كل هدفها انها تخرب البيت ده، يعني او حتى تعمل هو مشاكل في البيت. في الحلم وفي الواقع مؤذي للأسف. في الحلم وفي الواقع هو في الواقع بيعمل حاجات وحشة كتير جدا، لكن في الحلم هو سيدة دنيئة وسيدة مش كويسة. لو شفتيها على السرير فتبقى ست يعني بتسعى لخراب بيتك. لو شافتها في المطبخ زي ما شافتها كده فهي ست للأسف بتحسد الخير اللي في بيتها ومستكترة عليها. تمام. لما تكون هي شايفاه حي ده معناه ان هي احساسها صحيح. وهي عارفه الست دي على فكره، يعني انا دلوقتي وانا بكلمها هي دلوقتي عرفت مين هي الست دي، ولذلك هي بتجادل حماتها تقول لها الست دي مش كويسه، حماتها تقول لها لا دي كويسه دي ما بتعملش حاجه، حماتها شايفاها ميته مش شايفه اي اذى، لكن هي ام ياسين اللي حاسه بالاذى. تمام. فالفور ده حاجه مش كويسه، ست مش كويسه. ربنا يحفظك يا ام ياسين. معانا اتصال. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ ام محمد معايا. اهلا بيك يا ام محمد، اتفضلي. لو سمحتي عندي فيلم لواحدة تهمني في الحديد. علي صوتك شويه لو سمحتي. بس ام محمد عندي فيلم لواحدة تهمني. اتفضلي قولي. طيب هي بتحلم كتير يوميا، يعني فاز كل الموضوع له علاقه بالاجل وكده. انا مش سامعه يا ام محمد، لو سمحتي علي صوتك. علي صوتك يا ام محمد. ايوه هي بتحلم، يعني هي بتحلم احلام يوميه. تمام كده الصوت. تمام. هي مين؟ واحده يعني مغالي علي. طيب اتفضلي، بتحلم بايه؟ هي شافت في الفيلم انها قريب من بيت فنان. معلش مش ايه يا ام محمد؟ طب ماشي يا ام محمد، الصوت عندك مش واضح، ممكن تقفلي وتتصلي تاني؟ ممكن بعد شويه تتصلي تاني؟ شكرا لاتصالك يا ام محمد. الصوت مش واضح، مش واضحه خالص. معلش معلش. طب إيه نكمل؟ احنا بقى احنا عايزين التحصينات من السحر والحسد. يعني احنا خلاص عرفنا ان الناس يعني ده واحد مسحور او محسود. تمام. يحصن نفسه ازاي؟ يحصن نفسه ازاي؟ بالاذكار. ربنا ادانا اذكار الصباح واذكار المساء. حد فكر ليه ربنا ادانا الاذكار دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بيها جدا. اولا هي في كل ذكر من الاذكار فيها يعني فيها فايده، في كل ذكر فيها فايده دنيويه وفيها فايده للاخره، لاخرتك. تمام. يعني مثلا احنا عندنا الاذكار، انت بتبدا بايه الكرسي، سيده ايات القران الكريم، بعديها على طول المعوذتين وقل هو الله احد، يعني وفيهم كل التحصين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم دايما يحصن نفسه قبل النوم بالمعوذتين وقل هو الله احد وينفث في يدي ويمسح على جسده الشريف. تمام. اكيد ده كان له غايه يا جماعه، اكيد. يعني احنا لما نتعلم المدرسه النبويه مدرسه يعني غايه في السهوله. لا وغايه يعني عايزه اقول لك مدرسه سريه مليانه طبعا حاجات كتير، مفيش حاجه هتدور عليها مش هتلاقيها، وسهل ان احنا نعملها ومش هتاخد مننا وقت. بالزبط يعني ده كده. خمس دقائق بالظبط، خمس دقائق يعني الصبح وخمس دقائق بالليل. بالظبط كده. اقرا الاذكار قبل ما تنام، اتوضى مش هتخسر حاجه، نام نظيف، اتوضى وصلي العشاء ونام على جنبك اليمين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دايما لما ينام على جنبه اليمين بيحط يده الشريفه على خده الايمن، ويعني واثبت العلم صحة هذا الموقف. طلع ان في خلايا في كفة الايد بتتجاوب مع خلايا في المخ في الجنب الايمن، فبتعمل استرخاء لعضلات الوش، فبتنام مرتاح وبتنام على السنة. يعني حتى النومة سليمة وصحية. طبعا طبعا. وبعدين اقرأ آية الكرسي قبل ما تنام على أركان أوضتك. لا يمكن لو رئيس الجن الأحمر عمره ما هيعرف يوصلك أو يضايقك أو يأذيك. بصي يعني خلاص احنا عايزين نكمل وفي اتصالات كتير وكل مرة قاطعك. أهلا وسهلا. في نهاية لقائي بشكر الأستاذة إيمان شيخون على هذا اللقاء الهام. شكرا. أشوفك في نفس الموعد بإذن الله. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.